زي ما كنا بنتكلم في بداية حلقتنا النهاردة، وزي كمان ما سؤال حلقتنا متعلق بموضوع الامتحانات والضغط اللي بيكون في أوقات الامتحانات. أكيد كلنا بندور على مصلحة أولادنا، أكيد بندور إزاي نقدر إن احنا نحسن تربيتهم، لكن أحياناً عشان نحقق ده من غير ما نحس كده بنرتكب أخطاء، بعضها بيكون بدافع البحث عن المصلحة أو بيكون ناتج عن موروثات وعادات خاطئة. ده طبعا ممكن يسبب، يعني خلينا نقول، مشاكل نفسية خاصة عند الأولاد أو الطلاب اللي احنا ممكن نكون بنضغط عليهم أو حتى بنمرر لهم السلوكيات دي أو العادات دي أو حتى الضغط ده، مش بس في فترة الامتحانات، الحقيقة يمكن بشكل عام. خلينا نتكلم بتفاصيل أكتر مع ضيفنا دكتور عمرو سليمان، استشاري الطب النفسي. نورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير عليك. صباح الخير يا دكتور. واحنا بنتكلم يا دكتور عن الطب النفسي والسلوكيات، اعتقد ان هي دلوقتي الموضوع ده بقى مهم جدا، لان احنا بقينا في عصر مفتوح وعادات مختلفه من اماكن مختلفه، ما بقتش زي زمان. بنسمع حبه واحنا بنتكلم، هو ايه موضوع التربيه الحديثه ده؟ طب ما احنا اتربينا بالشكل الفلاني والحمد لله طالعين كويسين، ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ايه ما انتوا كنتوا كان بيتضغط علينا ودلوقتي ما بتضغطوش. عايز اعرف من حضرتك، التربيه الحديثه دي هل هي فعلا فرقه؟ الاولاد مختلفين عننا زمان، ايه اللي حصل؟ طيب صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدينا الكرام. اولا ما اقدرش اقول ان في حاجه اسمها تربيه حديثه خالص. التربيه تربيه، التربيه تربيه، صحيح. احنا بندمر دلوقتي ناس كتير قوي. معلش، ليه؟ لانه العقل البشري قايم على ثلاث نواحي في النمو. نمو عقلي او نمو المخ بشكل عضوي، ثم نمو العمليات بتاعته في التفكير والادراك وحاجات كتير، ادي واحد. ثم النمو الاجتماعي، وده عمله راجل لطيف اسمه اريك اريكسون. ثم النمو الاخلاقي، وعمله حد اسمه كولبرج. احنا بننمو في الثلاث مناحي دول. نعم. جميل. لو هاخد من الفقرة اللي قبلينا بتاعت الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الصناعي، المدخلات بتاعت الذكاء الصناعي هي بالظبط عاملة زي العقل البشري في بداية تكوينه. انت بتدخل ايه في عقل ابنك او بنتك؟ هل نعلم ان ما نمارسه في الكبر هو حصيلة معلومات وانعكاس ما حدث لي في الصغر؟ كون النهاردة بأسيء أو أستغل من أمامي، فأنا كنت مستغل يوما ما في التربية بالمناسبة. صحيح. يعني الإساءة والاستغلال التي أمارسها اليوم هي مش وليدة حاجة أنا طورتها وبس، لا خالص، دي وليدة تربية وسلوكيات كانت تمارس تجاهي. وبناء على كده، إحدى الصفات اللي عند الآباء الدقة والبحث عن الكمال في التربية. عايز تدمر ابنك، كن دقيقا وباحثا عن الكمال تجاهه. أنا عايزه يطلع واو، لا تعالى نغير مفهومك، مش حاجة اسمها عايزه تطلع واو، لا، أو عايزها تطلع ما حصلتش أبدا يا فندم. أنت عايزه يطلع مستصح، صحيح صحيح، قادر على أن يتعامل مع ضغوط الحياة، قادر على أن يواجه الحياة، قادر على أن يصنع قرارات ويتخذها بنفسه، قادر على صنع مصيره. ما يجيش يقول أنت اللي عملت فيا، أنت اللي سويتي فيا يا ماما، لا، لأن كده بتحوله إلى طفل كبير. ودي إحدى الحاجات وخلي بالي منها، أنه ابني أو بنتي مع كثرة نقدي أو كثرة تكسيري اللي أنا كنت متخيل اللي هو حاجة لطيفة، فكرة جلد الذات المستمر، لا، قضية لعب دور الضحية في الحياة. وتعالوا نقيسها على علاقات كتير في حياتنا. صحيح. حدث ولا حرج. حدث ولا حرج. لعب دور الضحية شيء رهيب، بيستنزف الطاقة ويدمر العلاقات ويدمر بيوت، حاجة مش لطيفة. صحيح. جت منين؟ جت لأني أشعر طوال الوقت أنني مظلوم، أنا مظلومة أو أنا مظلوم. جميل، بس حاجة ده فات، أما أنا بقى بحاول أتقن الدور للآخر يا فندم.
هارد مستمر لا ينتهي. الاشخاص تتغير ويفضل مظلوم برضه. لا هو حضرتك هذه المظلوميه لم تنتهي. في الطب النفسي بنقول دايما مفهوم عن فكره تحكمك في حياتك. في منطقتين للتحكم في الحياه. واحده براك اللي هي في المجتمع وحياتك وعلاقاتك وما الى ذلك. واحده جواك اللي فيها انت اللي بتتخذ القرار وانت اللي بتقف وانت اللي الناس شايفه دايما او البشر في العموم انه اللي بره ده اقوى. فكره التاثير والتاثر. الحقيقه انه الاقوى انت. لان انت اللي بتقرر مثلا تمتنع عن ان انت تلعب دور الضحيه. طيب لا انا هنساق في الامر ده ولا ستوب هقف مش هكمل. فاللي بره مش اقوى. حضرتك اللي بتقرر ان تكون نقطه او بتقرري ان تكون نقطه. انما طول الوقت انت تشتكي. شوف احنا جبناها من اول الاب والام. يا اما اهملوا بزياده. صحيح. يا اما اهتموا بزياده وعايزينه او عايزينها يبقوا واو. الى انه النهارده يشعر انه في دور الضحيه الدائم. ال ال القصه القصيره الحزينه دي لازم احط عندها نقطه واقول لو سمحت او لو سمحتي اقف. لانه فكر دور الضحيه التي تعيشه ما هو الا حاله من ايلام نفسك وايذاء الاخرين واستغلالهم واستنزاف عواطفهم وابتزازهم طوال الوقت بالدور اللي انت بتلعبه او طيب. بالدور اللي انت بتلعبيه. حلو قوي. حضرتك اديتنا ملمح كده او ملخص للاخطاء اللي هي شائعه اللي بيقع فيها دايما اولياء الامور. لكن دلوقتي لو هنقول لاولياء الامور اللي بيتفرجوا علينا حتى لا يقعوا فريسه في هذه الامور المغلوطه في تربيه اولادهم. ايه اللي يركزوا فيه؟ وايه اللي يبتعدوا عنه؟ وايه اللي يعني يغض النظر عنه اذا حدث؟ طيب. من اول ما هتبقى طول الوقت مركز مع ابنك او بنتك لازم يبقى عندك هدف تربوي هام جدا. ان يستمتع في ظلي. ان يستمتع. انه يستمتع بوقته. دي اسمها جودة الوقت. اول حاجة تعلمها له في الحياة جودة الوقت. قاعدين نذاكر هناخد الامر بجد. علمته الجد ده ايه؟ ايه 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 منظومة الافكار والمفاهيم اللي علمتها له؟ علمته ال 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 الالتزام، علمته النظام، علمته احترام وقته. مثلا طب خلصنا وقت المذاكرة، عندنا وقت تاني بنلعب فيه، شاركه. فأصبح فكرة انه بابا او ماما بيشاركوني في مذاكرتي من غير بقى الانفعال اللي بنسمعه والجروبس الرهيبه بتاعه الحقوا عندنا هوم ايه 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 طول عمرنا عندنا هوم ورك يا جماعه. عندنا هوم ورك يعني زمان. صحيح. فمن من من هنا بعد اذن حضراتكم، واحد كونوا قادرين على ملء اوقات حياتكم بمشاعركم ودفء مشاعركم ونصائحكم اللي تعينهم على الحياه. واحد. اتنين، اتعلم انك تفطم ابنك او بنتك منك. اتعلموا تفطموا عيالكم وانتوا تتفطموا منهم. التعلق المتبادل مرهق. الاعتمادية المتبادلة ان انا اديته مشاعر فهو المفروض يديني. ابدا مفيش مفروض. عنده حياة وعندها عيشة هيعيشوها، هينطلقوا، هيتحرروا. كون ان انت اديته من وقتك وعلمته يعني ايه كواليتي اوف تايم او جوده الوقت اللي يعرف يعيشها هيرجع لك او هيرجع لك. فما تخافش. ما تبقاش كاب او كام راهب الموقف بتاع ابني بعد. صحيح. بنتي بعدت. ايوه يا فندم ما هو معمول كده. ده موجود في ناشونال جيوغرافيك على فكره. يعني حتى مش عند البشر. اذا يعني حتى فبالتالي شطارتي التربويه أن أدرك أن هذا التعلق مش في مصلحة ابني بس أبقى واثق من نفسي. ودي بنسميها الثقة التربوية. ثقتك في نفسك أو في نفسك كبابا حطيت أسس سليمة في ابني. شكرا.
حاجة كمان، إنه أطمن إنه هو أو هي قادرين على إن هم يعتمدوا على نفسهم أقوياء. ليه؟ لأنه القدرة على التكيف مع الحياة وضغوطها إحدى أهداف التربية، لأنك هتبني إنسان قوي. الإيجو بتاعه أو الأنا اللي إحنا بنفهمها غلط، إنه الأنا دي يعني الكبر أو العنطزة، الحقيقة مش كده، ده جزء من الرسمة الكبيرة اللي عملها فرويد. لازم يبقى شخص عارف قيمته. برافو. إنه أنا عرفت قيمتي عن طريق تربية أهلي ليا، عن طريق المفاهيم والمبادئ اللي اتعلمتها منهم، اللي من ضمنها إني بتفطم منهم، إني مش معتمد عليهم طول الوقت، إني اتعلمت أخلاقيات اسمها الرحمة، اسمها المشاركة. دي مبادئ هامة جدا، المشاركة، البارتنرشيب، في حاجات كتير جدا أخلاقيات طبعا. أنا بقول ليه وأصر على البارتنرشيب، لأنه اللي بيعرف يبقى بارتنر في بيته هو جزء من البيت مع أبوه أو أمه، هو بيعرف يبني بيت. صحيح. بيت، لأنه تعلم يبقى بارتنر. هنا بقية الأخلاقيات بقى، فبقى الشطارة عندي من أول إدراكي للوقت كبابا أو كماما، والوقت ده يبقى عامل إزاي، أقضيه مع أولادي إزاي، واحد. اتنين، ما طلعش ضغوطي دائما على أولادي. نعم. ضغوطك هتطلع على أولادك، علمهم إنها ممكن تطلع، ده الطبيعي، بس علمهم المراعاة، بيقدروا. المراعاة والتقدير. caring and appreciation. المراعاة والتقدير دي، ان بابا اللي تعبان اللي بيعمل اللي بيسوي، ماما اللي قاعدة معانا اللي احنا تعبينها، اللي المنظومة دي بتعين على ان انا كمان كأب او كأم هراعي. صحيح. وأقدر انه ممكن يكون تعبان. صحيح. ممكن يكون عنده علاقة فاشلة في الدرس مثلا، في الدرس ممكن يكون عندها البنت مشغولة، ويعني انا نفسي احط نفسي مكانه او مكانها، وكل ده داخل في اطار انه يبقى عندك ثقه او عندك ثقه في نفسك وانتوا بتربوا. مش حاجه اسمها ابني هيبعد عني، مش حاجه اسمها انا خايف ان حد ياخده مني او خايف ان حد ياخد بنتي مني. والله يا دكتور، هي طبعا كلام حضرتك الحقيقه يحترم، ولكن يعني في الواقع ده يتطلب اصلا اب وام اسوياء. صحيح. يعني هنا بقى نرجع من الاول تاني. تعرف يا دكتور، الجمان قالت عليه ده، حضرتك لاحظت انا كنت بكتب ورقه وقلم كده ورا حضرتك. انا يعني ملخص اللي حضرتك قلته هو فكره، لازم اعتقد الاخطاء اللي احنا بنقع فيها النهارده هي نتيجه اخطاء ارتكبها الجيل الاول واصبح تراكمي للثاني للثالث للرابع، الامر بيزداد سوءا. ما هو الشطاره انه لما قلنا انه السوفت وير اللي بيتحط الاول مع التربيه او في الطفوله في بدايه كلامنا، معناه ايه؟ معناه انه المشرف على ان السوفت وير ده يتحط هو الاب والام. وبناء عليه شطارتنا النهارده قايمه على اني اكسر هذه السلسله. احنا مش في سبق، محدش فينا هيطلع الالف على التاني، لا بابا ولا ماما. انا للاسف هضطر اقطع حضرتك، معاك كلام ممتع جدا، بس انا حاسه ان احنا طلعنا شويه بره بره الموضوع، ولكن يعني سريعا عشان ما نخرجش من النقطه دي من غير ما يعني ما نقفلها. اعتقد زي ما حضرتك قلت، عشان نكسر السلسله لازم احنا ندرك اخطائنا، نحاسب نفسنا، مش عيب ابدا نعرف احنا مشكلتنا فين عشان نحسنها، عشان نقدر نخرج جيل جديد سوي نفسيا. حقيقة. بعيدا بقى موضوع النجاح، كليات القمه والكلام ده كله. نروح بقى لروشته السريعه بتاعه ضغط الامتحانات، يتعاملوا ازاي مع الاولاد في وقت الامتحانات. بس عاوزين في دقيقه ونص، للاسف وقتنا بقى ضيق. لا ابنك ولا بنتك بيحقق احلامك، انت عايزه يبقى مستصح، انت عايزها تبقى كويسه وقادره على مواجهه الحياه، وان هي تعرف تبني بيت وانه يعرف يبني بيت. الامتحان مش اخر حاجه في الدنيا. انه يقدر يركز مش بالشده وبالعنف، انه يعرف ياكل كويس وينام كويس، دول وظيفتين مهمين بالمناسبه. مفيش حاجه اسمها هتقعد على المكتب ولازم تذاكر، مفيش حاجه اسمها الزام. صحيح. مشاركته او مشاركتها في الضغوط، خده اتمشى بيه، حاجه بسيطه، مش لازم هنعمل حاجه، مش لازم هنروح اجيب له حاجه عشان اعمل له موتيفيشن، ابدا. اتمشوا اتمشوا، شاركوا، شاركها، خرج الضغط اللي عنده. كل دي هوم وركس علينا، القصه مش في ورقه وقلم،
القصة مش في إن أنا أحصل حبة المعلومات اللي قدامي، القصة في إن إحنا كآباء وأمهات وأسر نعرف نشيل الضغط ده بهدوء وحكمة. يا ماما بعد إذنك، جروبات الواتساب والسوشيال ميديا اللي حضرتك قاعدة عليها لن تزمن ولن تغني من جوع لما ابنك أو بنتك يجيله اضطرابات من اضطرابات القلق. صحيح. أنت هتدفعي الثمن. بعد إذن حضرتك، القصة مش محتاجة كل ده. القصة محتاجة إنك يبقى عندك هدف، أطلع حد مستصح. أنا مش عايزاها الألفة. صحيح. مش عايزاها الألفة. هو زي ما حضرتك قلت، هو فكرة يعني الاستقامة. يعني خير الأمور الوسط والاستقامة استقيموا يرحمكم الله. ففكرة ما بقاش مبالغ في الأمر اللي أنا يعني بتمنى أن ابني يكون عليه، لأن ما حدش بيتمنى، هو في الآخر كل واحد بيقرر مصيره. أنا بس بغرس في التربية الصحيحة السليمة والمبادئ والأسس والقيم، وبعد كده بطلق له العنان، هو يختار يعني ما يريد أو ما يريد أن يكون عليه تحديدا. بنشكر حقيقة الدكتور عمرو سليمان استشاري الطب النفسي. شكرا فندم لوجودك معنا في صباح الخير يا مصر. في الحقيقة يعني الحلقة بنتمنى أنها تتكرر كتير إن شاء الله. شكرا لكم.